تعالى وبركاته. معكم أخوكم وشريكم زهير عبد الحسن سعيد، اللي حنتكلم عن كيفية استخدام السناب شات في السوشيال ميديا، السناب شات والسوشيال ميديا في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. كلنا زي ما عارفين الناس حاليا قاعدة تستعمل التجارة الإلكترونية عن طريق الوسائل الاجتماعية. فالحاجة الكويسة إنه هنا عندنا في سناب شات في حاجات كويسة جدا جدا الناس ممكن تستفيد منها، هي بتساعد في حاجات كثيرة. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الواحد المفروض يسجل في سناب شات بالرقم بتاعه بتاع الموبايل، بعد ذاك القائمة بتاعت الاتصال كلها بتكون عندك مضافة. طيب زي ما شايفين في الشاشة في دائرة كبيرة أسفل الشاشة، الدائرة دي على اليمين وعلى اليسار في خيارات، الخيار على الأيسر نضغط عليه بديني بنقلني مباشرة إلى المعرض. طيب أنا داير أتكلم عشان داير أتكلم عن حاجة مشكلة أحل بقى، يعني حاجة معينة أتكلم عنها، يعني داير أتكلم عن منطقة طبيعية، داير أتكلم عن حاجات. أنت بتشوف الصورة بتاعتك هنا، إذا أنت شفت الصورة بتاعتك يعني تحتاج إنك تضيف صورة خارجية، ممكن تضيف صورة من موقع بينترست، الموقع المشهور اللي بدي صور يعني عالية الجودة. كويس، فأنا بس هعمل حاجة كضرب بمثل. كويس، هعمل حذف الصورة دي كده. طيب بعد ما ضفنا الصورة عندنا في الخيار أسفل الشاشة على الجهة اليسرى عندنا 3 نقاط، نضغط على 3 نقاط دي بتديني كمية من الخيارات. الخيار الرابع خيار تعديل، بضغط عليه بينقلني مباشرة إلى بعض الخيارات التانية. الخيار بتاع الكتابة زي ما شايفين عندنا، تاني الخيار بتاع التلوين، والخيار بتاع اللصق، والخيار بتاع القص، والخيار بتاع انك تضيف الرابط بتاعك بتاع الواتساب او رابط المنتج او رابط الخدمة اللي انت دار تقدمها للمتابع والعميل. طيب هنا انا هنا حعمل شنو؟ انا هكتب. طيب الكتابة فيها كمية من الخيارات، يعني للتواصل، اسحب الشاشة لأعلى. طيب تمام، زي ما شايفين ظهرت عندنا الكلمات حاليا كده، انا مضغط عليها بتديني خيارات نص كبير، ملصق او عنوان فرعي، تمام، او متوهج. في خيارات للكتابة، فانا هختار عنوان فرعي او خط الرقعة، تمام، مثال كده. بتسحب باصبعك، بتمشي لتحت، تخلي كده، تمام. دي الكتابة الأولى. الحاجة الثانية أنا ممكن أعملها أضيف الرابط بتاعي بتاع الواتساب، بضغط عليه كده مباشرة، أو أمشي أنسخ الرابط بتاعي من الواتساب، تمام، بنسخ الرابط كده وبمشي أرجع عليه السناب شات. الحاجة الكويسة في السناب شات أنت الرابط إذا اختصرته ولما تفتح السناب شات للمرة الثانية تلقى الرابط تلقائيا يعني يتسطب وكده. فأسي حاليا الرابط عندي ظهر، بقوم بضغط عليه كده، بعمل لي اختبار زي ما شايفين نقلنا مباشرة إلى واتساب. بقوم أسفل الشاشة تحت في خيار اسمه إرفاق مع سناب شات، بعمل ليه وضغط كده. أنا الرابط بتاعي أضفته للصورة بتاعتي، ولو دار تكتب تاني أي حاجة ممكن تكتبها، أو ممكن تاني أكتب حاجة تانية. فرصة عمل حر لتحقيق دخل إضافي، وبسحبها بيدي، بالاصبع اضغط على بالاصبع كتير واسحبها لفوق كده. انا عملت شنو؟ انا كده عملت كونت يعني صورة فيها يعني كلام وربطتها بالرابط. بعد ده انا عندي حاجة، الخطوة الثانية شنو؟ لو دارت تضيف ملصق ممكن اضيف ملصق زي ما انت عايز، دي كمية من الملصقات ممكن واحد برضو يضيفها، تمام. ممكن اضيف كلمة عاجل أخليها هنا أو أخليها هنا، أخلي عاجل هنا وأضيف هنا، تمام كده. أنا ممكن تاني أعمل شنو؟ أعمل إرسال، برسل لقصتي وبرسل لي أنا نفسي، أنا عندي حسابين في السناب شات. بعد ذاك إذا دارت تعمل إضافة هنا لأي كلمات إضافية أو إضافة للدردشة ممكن تضيف الكلمات، تضيف الكلمات بتاعتك او تكتب نبذة بسيطة عن الحاجة اللي انت دارت تنشرها. بس انا حاليا هعمل نشر، ارسال
ننتظر لحد ما يتم الارسال وبعدها نشيك عليها. طيب تمام. طيب انا اشوفها تاني، اشوف انه هي القصة، بضغط عليها بتظهر كده. تمام، لو ملاحظين ظهرت الكلام اللي كتبناه، ظهر فرصة عمل لتحقيق دخل إضافي عاجل للتواصل، اسحب الشاشة لأعلى. أي شخص تلقائيا بيسحب الشاشة لأعلى كده بتنقل مباشرة، بيمشي وين؟ بيمشي للواتساب بتاعك، وتلقائيا بعد ذاك بيتواصل معاك لما يضغط عليه متابعة للدردشة، وكده تكون نقلت العميل من السناب شات إلى الواتساب عشان تبدأ معاه التواصل، وتكون برضو يعني كونت علاقة بينك وبين العميل، وكده ممكن مستقبليا تكون بينك وبينه يعني تواصل. فدي الحاجة الأولى، أضيع إضافة الصورة إلى السناب شات. طيب الحاجة الثانية ممكن نستفيد منها برضو، إنك تضيف فيديو للسناب شات. طيب نمشي تاني، نرجع للخيار على يسار الدائرة، نضغط عليه إضافة فيديو. برضو نمشي لألبوم الكاميرا. طيب نمشي لألبوم الكاميرا، نمشي لألبوم الكاميرا ونختار أي فيديو قصير. طيب تمام، أنا هختار لي فيديو قصير طبعا بس للتدريب فقط عشان ما ياخذ معانا تحميلة. تمام، اختار فيديو قصير جدا جدا زي الفيديو ده. You have to fail in order to climb that ladder. There's no one that doesn't fail. What is not You have to Hey everyone and welcome to the You have to fail in order to climb that ladder. طيب ده فيديو، انا بضغط على الخيار اللي فوق الثلاثة نقاط، بعدك تديني تعديل نفسي الخطوات اللي عملناها قبل بتكون موجودة، وبتكون منعملة. تعمل كتابة من فوق، تعمل ملصق، تقدر تعمل إضافة لملصق، تقدر تعمل أي حاجة سهلة جدا جدا إنك ممكن تقوم تعملها. كويس، فدي حاجة إنك تضيف الفيديو وتضيف عليه بعدك الكلمات، وتضيف عليه الأوجه أو تضيف عليه الملصقة زي ما أنت عايز. فدي حاجة ممكن الزول يستفيد منها. طيب ممكن نضيف الخانة دي هنا زي ما شايفين. فأنت بتتحكم في إنك كيف تضيف وكيف تكتب. نجي الحاجة الثانية، نضيف الرابط. طيب نضيف رابطنا من الخيار الأول، هو أصلا مضاف مسبقا، نضغط عليه كده الرابط مضاف. نعمل إرفاق من أسفل الشاشة مكتوب بالأزرق، إرفاق مع السناب كده تقريبا إنه الموضوع بقى جاهز. بعد ذلك نعمل له نشر مباشرة إلى قصتي وإلى الحساب بتاعي التاني، نعمل له إرسال. طيب تمام، ننتظر لحد ما يتم الإرسال، نرجع تاني للدردشة ونشوف أنا عملت شنو. طيب تمام، نمشي ليه الحساب بتاعي، نضغط عليه زي ما شايفين ظهر تحت الرابط بتاع الواتساب. اي زول داير يتواصل معاك بيضغط عليه مباشرة كده، كده بتنقل مباشرة الى الصفحة بتاعت الواتساب وتواصل معاك مباشرة، ما يكون في تاني اي مشكلة. فالناس ممكن تستفيد من الخاصية دي في كيفية التواصل مع العملاء من خلال وضع الواتساب، رابط الواتساب. فانا افضل ان الناس تكون تخد رابط الواتساب يعني، وما تخط الرابط بتاع المشتريات او رابط بتاع التسجيل كشريك. فانت ممكن اول حاجه تتواصل مع العميل او مع المتابع، بعد ذلك تقوم تعرض له منتجاتك وتديه رابط الشراء او تديه رابط التسجيل اذا كنت قاعد تعرض فرصه بتاعت عرض عمل او قاعد تعرض منتج. فيديكم العافيه ونشوفكم في القمه، لانكم فعلا فعلا تستحقوا القمه.